المرفأ البحري الوحيد والنافذة نحو البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية الخاصة إنها مدينة العقبة، الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الأردني ومنتجع البسطاء لمن يزور هذه المدينة في عطلة نهاية الأسبوع. مدينة ذات خصوصية بحرية وتجارية تحيط بها الجبال الأرجوانية التي يتغير لونها مع تغير أوقات النهار. زيارة المدينة واستكشافها يمر بلا شك برحلة على متن إحدى القوارب الزجاجية التي تكشف قاع البحر وأسراره، منظر يشد الكبار قبل الصغار ويأتي بهم من محافظات المملكة كافة. البلاد حابين يشوفوها، نوع من التسوق، ونتفرج يعني تغيير جو الحياة المملة، يعني تغيير يجي الواحد بمعنويات أحسن أول لما بطلع مشوار زي هيك. شاطئ العقبة يعتبر من أهم وأندر الشواطئ التي تضم شعباً مرجانية هي الأجمل وتجعل من الغوص لرؤيتها مغامرة لا تنسى، مكان تغطي فيه المياه مساحة أكبر من اليابسة ويضم نحو 140 نوعاً من الأحياء المرجانية من الممكن تأملها بوضوح على خشبات مقهى الغندور. هو الواحد ينسى هموم الدنيا وش وهالمشاغل الحياة اللي شكلت أعباء على الناس كلها، وإحنا من ضمنهم. الواحد يجي شوية يريح باله، يشتم هوا نظيف، يغير جو هاليومين ويرجع شغله. طبعا أكيد الوطن هو الشيء أهم الأعباء. القوارب الزجاجية المنتشرة على طول الشاطئ تبين بوضوح أن الحياة العامة والعمل يتداخلان ويختلطان بمياه البحر الذي ينعم على سكان المدينة بأعداد وأنواع لا حصر لها من الأسماك. مثل السمك البطير اسمه فرس، هذا يا حج بشهر 8 وبشهر 7 غيره، ومثل البواصي والشعور والجربيدن والفريدن والحدب والبواصي والريم والكحمات والشكان والقصفان والقرشة والخرمة كلها موجودة هنا في العقبة وخير الحمد لله. أنواع عديدة من الرياضات يوفرها البحر، منتجعات ومتنزهات تجمع العائلات الأردنية وتوفر لهم أجواء للراحة ولو لمرة أسبوعية، وهم يراقبون تأرجح هموم الحياة مع القوارب على البحر الذي يعكس أشعة الشمس بطريقة تكشف تجاعيد سطحه احتفاء بالزوار. حال المدينة تغير بوضوح بعد إعلان المدينة سلطة اقتصادية خاصة بحسب من عاصر التغيير. تجارة، يعني تجارة، المحلات التجارية، طبعا مجرد ما يدخل عدد هائل من السياحة لابد إنه المطاعم، الفنادق، المحلات الألبسة، الكل رب يستفيد يعني. Thank you.
سارية العلم الضخمة في ساحة الثورة العربية ترحب بالسفن التجارية الضخمة التي تراقب الناس من بعيد دون إزعاج، ويبحر الأطفال في أحلامهم وهم يلهون على الشاطئ. أما غازي الذي وجدناه ينظر إلى البحر بطريقة مختلفة، فله قصة أخرى مع شواطئ العقبة. في إلي شغلة في هذا البحر، يعني خاصة المكان هذا في مدينة العقبة اللي هي الباخرة اسمها سيدة ريبرايت الجنسية اللبنانية، غرقت بال 1985. صحيح احنا ما اخذناش تعويض عن هذه الباخرة، بس يعني انه الباخرة هاي يعني متعب حياتنا ومتعب حياة أهلي، ودائما والدي ووالدتي وكل السواح وكل العالم اللي بيجوا على هذا المكان بيجوا بقصوا بيشوفوا هذه الباخرة، يعني هذه غرقت في 1985 وجمع عليها السفنير والمرجان والصدف. تأمل شواطئ البحر توحي بأنه بلا نهاية، ما يوفر فرصة للزوار الأجانب للانطلاق بعيداً بالزوارق السريعة، بعكس صائدي السمك المحليين المنتشرين على الشاطئ الذين تبدأ حياتهم وتنتهي عند البحر. ما بقدر أعيش برا البحر، أنا إذا مثلاً بدي أسافر مثلاً لعمان فنحكي كسياحة داخلية بتضايق إني أطلع من العقبة، لأنه خلص تعودت على البحر، لازم كل يوم أجي أنزل البحر وأشوفه، لو إني ما أعمل إشي بس إني لو أقعد على الشط يعني أظني زي هيك أحلى إشي، هذا أحلى من إني أنا أطلع من العقبة أترك العقبة. ولأنها منطقة اقتصادية خاصة، فإن أسواق العقبة تعتبر بمثابة سوق حرة بمساحة مدينة معفية من الضرائب، ولا عجب أن تنتشر المحال التي تبيع ما يجود به البحر من أحياء بحرية متحجرة، وهي التذكار الأنسب للزيارة قبل وداع مدينة صنع منها شاطئ البحر الأحمر المحطة الاقتصادية والسياحية الأبرز من بين مدن الجنوب في الأردن. الحياة أصلاً في مدينة العقبة بدأت من فوق القارب، كل شيء يبدأ وينتهي إلى البحر، حياة الناس اليومية، العمل والسياحة وصيد الأسماك. محمود أغا لبرنامج مراسلون العقبة.